السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا هو الجزء الثاني من فيديو تخزين الثوم. زي ما قلت لكم في الجزء الأول، أنا مش برمي أي حاجة من الثوم ومش بهدر منه أي حاجة، كل حاجة بنستفاد بيها. النهاردة بقى إن شاء الله هنستفاد من العيدان الخضراء بتاعة الثوم الجديد دي. العيدان الخضراء مش العروش الغامقة، العروش الغامقة اللي من تحت بتقطعوها وبتخزنوها زي الكرات، بتستخدموها زي الكرات او زي الخضرة. انما العروق الخضرة دي هنستخدمها النهاردة. هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها توم باودر. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب كل عود من العيدان الخضرة دي وهشيل القشرة الاولانية، هرميها عشان بتبقى مش نظيفة، اشقها كده بالسكينة. دي مش هحتاجها عشان بتبقى مش نظيفة. وبعدين بشق كل العيدان وبفرطها من بعض. ليه؟ عشان اما اجي احمصها في الفرن او انشفها في الهواء تنشف، ما تبقاش ناشفة من بره وطرية من جوه. وطبعا لو معايا قشر ثوم ابيض كده زي ما انتم شايفين نظيف برضو هستخدمه. اهو بعد ما شقتها بالسكينه بتتفتح معايا كده، الورق كله بيفرط. عايزين تنشفوه في الهواء، عايزين تنشفوه في الفرن، براحتكم. انا بنشفه في الفرن، كنت في الاول بنشفه في الهواء كان بيقعد مده طويله، انما بدفي الفرن على درجه حراره 140 150 واطفيه وبعدين بدخله بينشف على طول. بدخله يعني مره ومره كذا مرة. اهو كده شايفين، بس كده بفرطهم من بعض عشان ما يبقوش من بره ناشفين ومن جوه طريين. اهو كده المنظر ده سهل خالص، هتقعدوا تتسلوا فيه. اهو كده، وبعدين بقطعهم وهرصهم في الصاج. هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريكم هنعمل ايه. اهو يا حبايب قلبي العيدان بعد ما فردتها في الصاج، زي ما انتم شايفين مفرداها بعيد عن بعض مش فوق بعض عشان تنشف بسهولة. انا مدفية الفرن على درجة حرارة 150، هدخل العيدان تنشف. طبعا مش بتنشف من اول مرة، يا دوبك بتاخد سخونية الفرن والفرن يبرد بدفيه تاني وادخلهم تاني. هنشفهم وبعدين هوريهم لكم بعد ما ينشفوا. اهو يا حبايب قلبي عيدان الثوم بعد ما نشفتها في الفرن، بصوا بتتكسر ازاي. دلوقتي هنطحنها في المطحنه او في الكبه، بس هضيف لها معلقتين كبار ملح. بسم الله. انا هطحنهم في الكبه، لو ما فيش كبه اتفقنا هنطحنهم في المطحنه بتاعه الخلاط، بس هضيف لهم معلقتين كبار ملح. تمام كده، هضيف شوية ملح وهطحنهم. بسم الله. اهو يا حبايب قلبي طحنت الكمية اللي انا حطيتها في الكبة، هنعمهم كمان شوية وخلص الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة وبعدين هوريهم لكم. اهو يا حبايب قلبي الثوم بعد ما طحنته كويس جدا، طحنته اكتر من مره لحد ما بقى ناعم بالمنظر ده، اهو زي ما انتم شايفين بقى تحفه وبقى معايا احلى ثوم باودر. هحتفظ بيه في برطمان جاف معقمه كويس جدا عشان يعيش معايا سنه واكتر. هنستخدمه في كل الاكل زي البهارات والتوابل اللي انا بستخدمها في كل الاكل. هتشوفوني هستخدمه معاكم ان شاء الله الفيديوهات الجايه،
وكمان ممكن نستخدمه نضيفه على الفشار، بعد ما نعمل الفشار نضيفه زي الملح بالظبط، عشان انا ضايفه له ملح فطعمه طعمه حلو جدا زي مرقة الدجاج. شايفين الجمال؟ عملنا توم باودر ببلاش من غير اي تكلفة. لو عجبتكم طريقة عمل التوم الباودر ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة جيك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.